طبعا الاستعدادات احنا بدأنا من اسبوعين تقريبا، كنا خدنا فترة راحة وبدأنا بالتدريج مع المدرب الجديد. كنا محتاجين الفترة دي من كذا سنة، احنا بقالنا كتير بنعمل في فترة اعداد، فاللعيبة كلها كانت مركزة ان احنا لازم نستفاد منها بأقصى حاجة، ان دي هتوقفنا على رجلنا في خلال الموسم. شايف ان اللعيبه كلها كانت مركزه وكل واحد طلع اقصى حاجه عنده واستفدنا منها جدا، وان شاء الله يعني كل ده يبان في الفتره اللي جايه. كان بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض، قعدنا مع بعض امبارح تقريبا واتكلمنا، بدانا نفكر بعض بان احنا خلاص يعني خلاص البدايه فاضل عليها كام يوم، ودي بدايه بطوله افريقيا نبدا بيها الموسم، فلازم البدايه تكون كويسه، لازم نطلع من هناك بنتيجه ايجابيه ونقدم اداء كويس، لأن ده هيفرق معانا في بداية الموسم إن احنا نقدر نبني على الماتش اللي جاي ده. وإن شاء الله يعني اللعيبة كلها تبقى مركزة وتبقى في يومها إن شاء الله يوم الماتش، وإن شاء الله نقدر نطلع بنتيجة إيجابية. يعني البطولة اللي فاتت دي كان الظروف كلها كانت ضدنا طبعا، زي ما الناس عارفة احنا كنا بنحاول نعمل اللي علينا على قد ما نقدر، كان نفسنا طبعا زي ما الجمهور كان نفسه إن احنا نحقق البطولة الثالثة على التوالي، كنا عايزين نكتب تاريخ لنفسنا وللنادي ونفرح الجمهور بتاعنا، بس يعني الحمد لله ما كانش فيه نصيب. يعني تعهدنا ان احنا ان شاء الله السنة اللي جاية نرجع في اي مكان هنبقى موجودين فيه ان شاء الله نحقق البطولة دي. هو كان قرار صعب بالنسبة لنا، يعني احنا كلعيبة كان نفسها ان هي تكمل وتحارب في الملعب على لحد اخر وقت، في ظل التعب اللي احنا كنا فيه اللعيبة كان عندها اصرار ان هي لا يعني احنا عايزين نكمل وعايزين نبقى موجودين، وحتى لو هنبقى موجودين مع اللعيبه الصغيره بس نبقى موجودين وبنشارك ونساعد الفرق. الايجابي فيه ان انت محتاج فتره راحه، ان انت محتاج تفصل خالص وتبعد فتره عن الكوره عشان تقدر تبني وترجع احسن من الاول وجسمك يرتاح. طبعا يعني هو القرار فرق معايا انا بالذات لان انا كنت مصاب، يعني طبعا الواحد بيبقى زعلان وهو مصاب، بس يعني الاصابه جت في وقتها بصراحه، يعني ان انت كنت محتاج خلاص جسمك خلاص ما بقاش قادر يستحمل اي حاجه، فالاصابه دي جت في وقتها، ان انت بتريح وبتفصل شويه وبعد كده بيجي القرار ده ان انت بتبعد خالص، حتى لو كنت قريب ان انت تشارك في الماتشات فانت لا يعني خلاص بتبعد وبتصفي ذهنك خالص وبتبدا تستعد للموسم الجديد، فشايفها ان شاء الله هتبقى حاجه ايجابيه لينا وان شاء الله نقدر نبدا بدايه قويه السنه دي. لا هو احنا الثلاثه او سواء محمد محمود معانا او حد من الناشئين كوكا اللعيبه دي، يعني كلنا يعني يعتبر بنكمل بعض، يعني انت لو حطيت واحد لوحده بامكانياته مش هيفيد الفرقه 100%، فكل واحد مننا بيكمل التاني، يعني اللي عنده نقص في حاجه بتلاقيها موجود في اللعيب اللي جنبه، فدي حاجه كويسه ان انت تبقى عندك 3 أو 4 لعيبه في نص الملعب بيأدوا نفس الوظيفه مع اختلاف المهام، فدي حاجه كويسه ومفيده للفرقه. الموضوع ده بالذات يعني موضوع الانضباط والكلام ده، يعني هو ده سيستم النادي الاهلي، يعني انت لو مش هتبقى منضبط او دماغك في حته تانية مش هتقدر تكمل هنا. فاللعيبه الصغيره يعني من نفسها بتحاول تتعلم وبتحاول تمشي على النظام وتخش جوه الفرقه عشان تبقى تستفاد وتبقى موجوده جوه الفرقه، لكن اي حد هيطلع بره النظام ده يعني خلاص انت بره الفرقه يعني. فاللعيبه كلها بتحاول ان هي بتشوف اللعيبه الكبيره بتعمل ايه، انضباط، مواعيد، التزام في الملعب، بره الملعب، تحاول تعمل كل ده عشان توصل للهدف اللي هي عايزاه. الفترة دي أول ما بتيجي النادي الأهلي طبعا بقى في رهبة شوية، الموضوع بيبقى صعب في الأول إن أنت تحاول تتأقلم مع التيم اللي موجود ومع الجمهور ومع نظام النادي، فأخدت وقت شوية، حتى لو كنت بتمرن كويس أو كنت شايف إن أنا المفروض أبقى أساسي وكده، بس يعني الموضوع خد مني فترة شوية إن أنا أبدأ إن أنا أخش جوه الفرقة وإن أنا ألعب أساسي وإن أنا أخد فرصتي. فالحمد لله لما خدت فرصتي الحمد لله يعني بدأت ان انا اكون اساسي، ومن وقتها يعني لحد دلوقتي اساسي الحمد لله. كان كابتن حسام غالي، كان اول فترة ما جيت انا ما كنتش بلعب، هو كان بيلعب هو وعاشور على طول، فكنت بتمرن كويس على طول وما كنتش بلعب او كنت بطلع بره السكور. هو كان يعني جه قال لي انت يعني، هو كان على طول بيشوفني في الجيم قبل التمرين بعد التمرين، فكان بيتكلم معايا ان انت يعني خليك ماشي على الطريق ده والطريق ده هو اللي هينجحك وده اللي هيخليك تلعب اساسي في اي وقت سواء عليا او على اي حد موجود، وبس يعني كنت بالنصيحه دي ماشي بيها على طول. يعني لما بيبقى في لعيب مثلا بعيد عن ان هو يلعب عن او بيشارك مع الفرقه بصفه اساسيه، بيجي له وقت ان هو بيبقى زعلان او متضايق، بيجي له فتره ان هو ما يتمرنش كويس، بيبقى مش مركز،
فبحاول ان انا اتكلم معاه واقول له مثلا يعني انت لازم تتمرن كويس سواء بتلعب او متلعبش، كده كده الفرصه هتجيلك. محدش بيعرف، في لعيبه بتبدا الموسم ما بتنهيش الموسم، فما تعرفش مين ممكن يتصاب، مين ممكن يتوقف، فلازم تكون جاهز في اي وقت عشان لما فرصتك تجيلك تمسك فيها وتبقى اساسي. موضوع السوشيال ميديا ده يعني مش بياخد يعني مبقاش موضوع كبير بالنسبه لي او بياخد تفكير كبير، لا يعني هو بتعامل معاه عادي خالص، ما بدلوش اكبر من حجمه. اي حد بيتكلم بحاجه سلبيه بحاجه ايجابيه بتقبلها طبعا، ما ينفعش ان انا ارد على حد بيتكلم بصوره وحشه، فبس يعني الموضوع ما بياخدش اكبر من حجمه، يعني بيبقى موضوع صغير جدا ما بياخدش تفكير كبير. ليلى طبعا يعني هي يعني خلاص يعني دلوقتي عندها 6 سنين، بس هي بتبقى حابه ان هي تتفرج عليا، بتحب ان هي تيجي معايا التمرين، لو في ماتش مثلا انا بره بتبقى عايزه مثلا تيجي معايا الاستاد تتفرج، هي بتحب الاجواء دي. في مره مثلا ما اعرفش كنت في ماتش وشوطت شوطه وحشه، فلقيتها جت في البيت بتقول لي انت ليه بتشوط كده، المفروض تشوط كذا كذا عشان الكره تخش جون. فبس كريم بن علي معلول وليلى بنتي هما الاثنين يعني على طول، يعني هما اساسا قريبين من بعض وعلى طول بيخرجوا مع بعض، بس الموضوع بتاع دبي ده ان هما كل واحد شايف ان بابا احسن وبداوا يخشوا في نقاش مع بعض وكده. الربونا والله يعني ده موقف حصل في ماتش كان ممكن يحصل في اي ماتش تاني، وممكن كمان يعني بعد ما انا اعملها شريف ما يتحررش، فكانت ولا هيبقى ليها اي لازمه، فهي كلها على بعض هي يعني هو موقف جه في جزء من الثانيه او تفريق جه في جزء من الثانيه، لو اتعادت 100 مره مش تطلع بالطريقه دي. فده في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا ان انا اكون موجود في المكان ده واعملها كده، وشريف يتوقع ان هي تجيله ويتحرك لها بالطريقه دي، فده كله توفيق يعني، بس الحمد لله يعني هي جت جول. الهدف اللي نفسي احققه مع الاهلي ان شاء الله يعني ان احنا نرجع الدوري تاني لمكانه الطبيعي ان شاء الله الموسم ده، ان شاء الله ماتش السوبر اللي جاي تبقى البدايه بادئين الموسم ببطوله تبقى تفرق معانا جدا، وان احنا نرجع افريقيا تاني طبعا، ونلعب كاس عالم انديه وناخد مركز افضل من المركز الثالث. والدي طبعا يعني تعب معايا جدا من وانا صغير في موضوع الكوره ده بالذات، ان هو كان واثق فيا وعارف ان انا هبقى لعيب كويس. كان معانا يعني كان معايا لعيبه كتير، كنا مثلا بنروح الاسماعيلي مثلا، فبنسافر 3 ساعات مثلا الفجر نروح التمرين وبعد كده نرجع، كان معايا حوالي 5 أو 6 لعيبه، كنا بنروح مثلا جروب مع بعض، فمحدش فيهم كمل غير انا واحد صاحبي تقريبا، يعني كلهم اهاليهم زهقوا من المشوار ومن التعب والكلام ده. انا والدي كان يعني مصمم حتى ان هو لا انا حتى اوديك لو في ايه، فهو كان واثق فيا من وانا صغير وتعب معايا جدا في المراحل الاولى في الناشئين في الاسماعيلي. بعد كده لما قعدت مثلا في اسماعيليه لوحدي في الاستراحه هناك يعني في الناشئين، برضو الماتشات اللي كان في ماتشات كتير ما بقاش عارف ان هو جاي، فبلاقيه مثلا موجود في ماتش مثلا في القاهره، ماتش في اسكندريه، الاقيه قاعد بيتفرج من غير ما يقول. فبس يعني هو تعب معايا جدا، ولولا ما كنتش وصلت لاي حاجه من اللي وصلت لها دي. ملعب البلد كنت يعني بروح بتمرن بس مع الفرقه اللي موجوده، كان بتبقى فرقه اكبر مني، كنت بنزل اتمرن معاهم عادي وما كانش في حاجه اكبر من كده. وبعد كده رحت اختبارات بقى انديه، رحت المنصوره وبعد كده لا يعني ما كملتش ما قبلتش يعني، وبعد كده رحت بلديه المحله قعدت هناك سنه، وفي خلال السنه دي كنا بنلعب ماتشات وديه كتير ولعبنا قصاد الاسماعيلي ماتشين، ومن الماتشين دول الناس بتوع الاسماعيلي يعني طلبوني وكده، وبعد كده رحت الاسماعيلي من وانا عندي 12 سنه تقريبا. كان اول سنه او سنتين كنت بروح مواصلات وكده وبرجع على طول اتمرن وارجع، وبعد كده قعدت بقى في الاسماعيليه لوحدي. وبعد كده وانا عندي 16 سنه او 17 سنه تقريبا مشيت من الاسماعيلي وسافرت رحت النمسا، كنت انا وكان معايا علي جبر وكان معايا 3 لعيبه تانيين يعني من الاسماعيلي، قعدنا هناك حوالي 4 شهور في فرقه هناك وكده، وبعد كده رجعنا اجازه، فبتوع الاسماعيلي كلمونا ان احنا نرجع وكده،
ورجعنا مضينا عقود وبس، وبعدها لعبت فريق اول. يعني مثلا لما رجعت من موضوع النمسا ده والناس في الاسماعيلي مضوا معايا وكده وعملنا عقود وقالوا هتتمرن مع الفريق الاول، فاتمرنا تقريبا يومين او 3 ايام مع الفريق الاول، بعد كده راحوا ممشينا من الفريق الاول، نزلونا ناشئين تاني ورجعونا الاستراحه بتاعت الناشئين. فالموقف نفسه، فانا رحت واخد شنطتي ورحت مروح، سافرت البلد، قلت انا مش هكمل وبتاع والكلام ده. فقعدت يومين كده مع نفسي، فقلت لا، طب ما انا هم مثلا نزلوني دلوقتي، طب ليه انا ما اتمرنش كويس والعب ماتشات وهم نفسهم اللي يرجعوني تاني. وبعدها رجعت، كنت بلعب مع فرق اكبر مني، كان فريق 87 وكان فريق 89، كنت بلعب معاهم ماتشات على طول، اوقات كنت بلعب ماتشين في اليوم مع الفرقه دي والفرقه دي. وبعدها ما كملتش السنه ورجعت تاني الفريق الاول ولعبت بسرعه الماتش بتاع الزمالك. يعني هو كمان اتصعب اكتر ان انت بتلعب الزمالك وبتلعب جوه مصر ونهائي قرن، فانت المنافس ما ينفعش ان هو ياخد منك البطوله وانت بقالك كذا سنه ما بتاخدهاش. فكانت الاجواء كلها مصعبه الدنيا علينا اكتر وحطانا تحت ضغط نفسي وعصبي وذهني غير طبيعي. احنا كنا في المعسكر، في اللعيبه ما بتنامش من التفكير ومن ان هي مثلا ممكن، طب لو الزمالك خد البطوله ايه اللي هيحصل؟ الجمهور، النادي، احنا كلعيبه يعني هنبقى عاملين ازاي؟ فانت بتفكر في المكسب والخساره في نفس الوقت، ان انت ما ينفعش تخسر وان انت لازم تكسب. وكمان على السوشيال ميديا الموضوع كان صعب جدا بين جمهور الاهلي والزمالك، الناس كلها يعني الجمهورين نفسهم ان هم يحققوا بطوله افريقيا، وان انت تاخد بطوله افريقيا من الزمالك فدي حاجه كبيره جدا. فالحمد لله يعني البطوله دي احنا كنا قبلها يعني قبل الماتش لما قعدنا مع بعض اتكلمنا ان احنا البطوله دي لو خدناها هتفتح لنا ابواب بطولات كتير كتير جدا، وان احنا هناخد افريقيا تاني، وان احنا هناخد دوري وسوبر وكاس والدنيا هتبقى سهله معانا. والحمد لله ربنا كرمنا من البطوله دي ان احنا قدرنا ناخد بطولات كتير بعدها، ونروح كاس عالم انديه وناخد برونزيه ونرجع ناخد افريقيا تاني. فالحمد لله يعني هي كانت يعني بعد الصعوبات اللي كانت في الاول ربنا كرمنا في الاخر. هو يعني ممكن تعب كذا سنه قبل كده ان انت تجيب جون في النهائي او ان انت تاخد البطوله دي، مش تعب سنه واحده او ماتش او ماتشين، لا ده تعب ربنا بيعوضك عن كذا سنه عدت وحاجات انت كنت بتقاتل فيها وربنا كان بيبعدها عنك، وبعد كده ربنا جابها لك في احسن صوره طبعا، ان انت تاخد النهائي من الزمالك وجوه مصر. فلا يعني ما كانش في احسن من كده. يعني جمهور الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، واقول لهم طبعا بشكرهم طبعا على كل الدعم الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نعوضهم الفتره اللي جايه دي عن كل حاجه راحت منهم.